أبواب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب دعاء دعاء أم سلمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي العبدي البغدادي، نعم، قال ابن معين لا بأس به وهي ثقة. قال العقيلي ثقة، قال مسلم بن القاسم بغدادي ثقة، ابن الأخضر قال ثقة صدوق، والخليلي أيضا وثقه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي، تعلمون مشهور جدا من الثقات الأثبات، كان يقول لا أحل لأحد أن يقول ابن علي. قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، حجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلت الكندي مولاه البصري الصواف، قال ابن القطان وفاطل صحيح كيس، وابن معين قال ثقة، أبو حاتم الرازي قال ثقة، أبو زرعة قال ثقة، أحمد بن حنبل قال ثقة، النسائي أيضا قال ثقة، ابن سعد قال ثقة إن شاء الله. عن أبي الزبير محمد مسلم بن مسلم بن تدرس القرشي واسع العلم لكنه يدلس، عن عون بن عبد الله بن عوف بن مسعود الهزلي قال ابن عين ثقة، قال أحمد بن حنبل ثقة، قال النسائي ثقة. على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من عبد الله الاربعه من السبع المكثرين عن النبي الامين، قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ كذا وكذا. فقال رجل من القوم: انا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحجاج بن أبي عثمان هو حجاج بن ميسرة الصواف، ويكنى أبا الصلت، وهو ثقة عند أهل الحديث. في قول كنا نصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: الله أكبر كبيرا. الله أكبر تعظيما وتوقيرا لله جل في علاه وتبجيلا، ومن أحق بالتعظيم من الله جل في علاه؟ قد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال الله أكبر كبيرا، كبيرا هنا حال مؤكدة، نعم، وقيل منصوب بإضمار أكبر، وقيل صفة لمحذوف، يعني الله أكبر تكبيرا تكبيرا، فأكبره تكبيرا. وفيها كما قلنا التعظيم والتوقير لله جل في علاه، وهذا الأصل الأصيل أنك تعظم الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وأيضا لما استقسموا بالله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أتدري من الله؟ شأن الله عظيم، شأن الله عظيم سبحانه جل في علاه. الله أكبر كبيرا، لأن الله تعالى لا يساوي أحد في عظمته، ولا يدنيه أحد في كبريائه سبحانه جل في علاه. لذلك من تنطع وقام يتمثل بصفات الله جل في علاه عذبه الله ولا يبالي، كما قال النمرود وقال فرعون: أنا ربكم الأعلى، رأيتم ماذا فعل الله بي؟ فجعله الله نكال الآخرة والأولى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا يبالي سبحانه جل في علاه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. فالله جل في علاه له الكبرياء وله العظمة سبحانه جل في علاه. قال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، يعني هنا والحمد لله حمدا كثيرا، والحمد لله حمدا كثيرا. وهنا عندما كبر الله جل في علاه حمده على عظمته، حمده على تكبيره، على توقيره، على تعظيمه، على جبروته، على قوته، على رحمته، على رأفته، يعني حمد الله جل في علاه على الأسماء الحسنى والصفات
العلا. فقال الحمد لله كثيرا، يعني حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. فالحمد من أعظم الطاعات، لأن الحمد نصف الدين كما قال ابن أبي طالب، الدين نصفان، نصف شكر ونصف. قال الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا يعني أول النهار وآخر النهار، الأصيل يعني عند غروب الشمس، بكرة في التبكير. فسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا، يعني سبحان الله ما عظمه المشركون حق تعظيمه، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل في علاه. تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين الكافرين. فاليهود قد نسبوا النقص لله جل في علاه، والنصارى نسبوا الولد لله جل في علاه نقصا، وايضا المشركون قد سووا بينه وبين الاصنام سبحانه جل في علاه. وتعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. لذلك قال سبحان الله، أسبح الله، أنزه الله، ليس أحد في عظمته ولا قدرته ولا جبروته ولا كبريائه سبحانه جل في علاه. فأنزه الله جل في علاه بكرة وأصيلة صباح مساء، والمعنى على الديمومة. فديمومة التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، ولأن هذه من أعظم الأذكار، من أعظم الذكر أن يأتي بها المرء. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: ما تركتهن منذ سمعتهن، ما تركتهن منذ سمعتهن. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. سبحان الله أسبح ونزه الله تنزيها تاما في كل وقت وكل حين وكل آن، بكرة وأصيلة. إذا هذا الذكر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لها فتحت، عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء، امتلت حجابا وصعدت، والله تعالى يدور عليها. ففيها التحميد والتنزيه، فيها أولا التعظيم الله تعالى وتوقير الله، وهذا الأصل الأصيل من عباد الله جل في علاه. وفيها تحميد الله أنه حمد الله جل في علاه على عظمته وجبروته وقوته. وفيها أيضا التسبيح: سبح الله من كل نفس وعين، سبحانه جل في علاه. قال وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفيها ديمومة، الديمومة ديمومة اللسان على الذكر، ديمومة أو الديمومة على الذكر. وإن أحب العمل إلى الله جل في علاه أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. والحديث صحيح، بل الحديث كما قال علماؤنا الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. وفيه فضل الذكر، وقلنا أن فضل ذكرك عظيم، فضل الذكر لم يكن فضل الذكر إلا أن الله يذكرك، فانتهى، قد نلت كل الشرف والرضا، وأيضا فيها المعية، استجلاب معية الله جل في علاه. وفيها طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا من أعظم الذكر كما قلنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فتعظيم الله وتوقير الله يتضمن الأربعة، وفيها ما فيها من حمد الله جل في علاه على عظمته. الفوائد المستنبطة: جواز الذكر المطلق، جواز أن يأتي بذكر وهو مطلق، الذي يجرون أن نقول بجواز الدعاء بأي دعاء وهو في الصلاة وإن لم يكن دعاء مأثورا. علو الهمم بالمصارعة في التأسي، علو الهمم في المصارعة في الإتيان بالطاعات والتأسي. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعتهن. إقرار الشرع بوجود الوحي، إقرار الشرع بوجود الوحي. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن ابن ماجه.